في الجزائر أهل الرياضة المسلمين يعيشوا فترة أندية الأحياء كما لافونغارد والسياسة، وين النادي عمرو ولا زاد على عامين ولا ثلاث سنين، وهذا رجع لنقصان الإمكانيات. لكن نادي يروح ويجي نادي يخلفه، خاطرش الجزائريين حتى هما كانوا متشوقين بكرة القدم. وبرهم دريش يوضح، جمعية غابت يزم لا تكون جمعية واحدة أخرى تما باش كونا المولودية. أسست المولودية 7 أوت 1921. هذي كانوا معايا السكرتير خوجة محسوب سعدون علال مسعودان مصطفى والخز نجيب تريزوري بايع عبد الرحمن والغرس محمد. عبد الرحمن أوف كان في ساحة الشهداء وسمع عسكري يتحدث مع أصحابه على أولاد يلعبوا بالكرة متاع تشليق. وش يقولوا؟ يقولوا لأصحابه هذا هو ملعب بارك دي برانس متاع العرب. وكان في عمره 18 سنة في هذاك الوقت لما أسس المولودية. أوف عزل روحه ذيك الليلة، غلط نفسه على ما سمع، وصمم باش يأسس جمعية رياضية إسلامية. والصباح بنفسه هذاك أخرج بملف واجد للعرض عن صحابه. في هذاك الوقت ديك الساعة جالينا أتلاقينا إحنا الجماعة تاع المسيد سوستارة هذه، أتلاقينا كذا دنيا ودرنا وحمدوه. ديك الساعة لمنا إحنا كل صغار أبدأ يوسيل على لي ستاتي باش يكونوا الجمعية، يلزمنا تكون تبع لابريفيكتير باش يقبلوك، وباش القوانين يلزمك القانون تحارب القانون اللي يحبوه هما. وطلبونا باللي من بعد قالوا لنا يلزم يتكون، ما يلزمكم تجيبوا لنا ستاد تيرا، وحنا ما عندناش تيرا ما عندناش. هذاك الوقت ديك الساعة دخلنا لواحد لا فيديراسيون يقولوا لنا لافسينا فيديراسيون سبورتيف انديبوندونت نور افريكان، هذيك هي قبل لا تروازيفا فيديراسيون فرونسيز فوتبول لاسوسيسيون. دخلنا لتماتيك هذوك متلوقين شوية، بدينا نلعبوا بدينا نطلقوا في روحنا بدينا نجيبوا في اللاعبين. وهذاك الوقت جابوا الجماعة اللي كانوا في الكونسيل ديمونستراسيون شافوا هذاك على تاع بلفور عطاونا هذاك التيران يسمى حب يقولوا دوميسيلي تما نلاقيو اللي هذيك لي سي كو جي بي فيه سي لو بروميي ستاد كو جي اوبتوني عندي عطاو لي كوم كولونيل كوموندون دو سان موريس بهذيك كي سينيالي وعطانا التصريح اديتو للا فيديراسيون ديك دالجي وجاو قبلوا المولوديات تدخل في الجماعه. طاوت شرشالي واليوم رجعت مخزن هنا اجتمعوا وجات الفكره باش ياسسوا جمعيه رياضيه اسلاميه جديده. نهج بناشير هنا كانت مقهى وفيها اجتمعوا واعطوا اسم للجمعيه المولوديه.